وهناك حديث عائشة قالت: دخل علي أبو بكر فقال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاء علمني. قلت: ما هو؟ قال: كان عيسى بن مريم يعلم أصحابه، قال: لو كان على أحدكم جبل ذهب دينا فدعا الله بذلك لقضاه الله عنه. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. قال أبو بكر: وكانت علي بقية من الدين وكنت للدين كارها، فكنت أدعو الله بذلك فأتاني الله عز وجل بفائدة فقضى عني ديني. قالت عائشة: كانت لأسماء بنت عميس كان لها علي دينار وثلاثة دراهم، وكانت تدخل علي فأستحي أن أنظر في وجهها لا أجد ما أقضيها، فكنت أدعو بذلك الدعاء فما لبثت إلا يسيرا حتى رزقني الله رزقا ما هو بصدقة تصدق بها علي ولا ميراث ورثته، فقضاه الله عني وقسمت في أهلي قسما حسنا، وحليت ابنة عبد الرحمن بثلاث أواق من ورق يعني من فضة، وفضلنا فضل حسن. هذا حكم عليه الألباني رحمه الله كما في ضعيف الترغيب بأنه حديث موضوع مختلق لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.